من جملة ما أحب أن أذكره أدب سيد الشيخ عبد العزيز مع أبيه وبره له، وهو بر يصل إلى درجة الخيال. لما سيدنا وصل لسن البلوغ وما بعد سن البلوغ بشوي طويل، صار طويل، فأبوه كان مربوع القامي الله يرحمه، مزح معه أبوه قال له شو يا عبد العزيز عم تقلل أدب، صاير أطول من أبوك. فسيدنا حمر وجهه وبكي وزعل، وبعد منها صار إذا بده يمشي مع أبوه يمشي على الزفت ويمشي أبوه على الرصيف، ويمشي سيدنا ويعمل هيك ينزل رأسه بين كتافه حتى ما يطلع أطول من أبوه بالشارع. سيدنا كان يلبس جبة وأبوه كان يلبس جبة، قال لي يا عمي بحياتي بحياة سيدي الوالد ما لبست جبة جديدة، الجبة الجديدة لسيدي الوالد وأنا باخذ جبة أبي. إلي لما باخذ جبة سيدي الوالد صدق يا عمي كأنه جاي من عند الخياط الآن. الأعجب من هذا كله ليلة وفاة الشيخ محمد علي عيون السود وكان مريضا. سيدنا الشيخ محمد علي عيون السود كان ساكن هو وأخوه اسمه عبد الله عيون السود، ساكنين ببيت واحد، هذا متجوز الأولاد وهذا متجوز الأولاد. فمحمد علي عيون السود عنده عبد العزيز من جملة ولاده، وعبد الله عيون السود عنده أولاد من جملتهم سلمى عيون السود بنت عمه لشيخنا. فليلة وفاته سيدنا قال لي جيت أنا متأخر بعد صلاة العشاء، فدخل على أبوه، دخل على أبوه فسلم عليه، أبوه مريض بالفراش. أم أبوه قال له الحماصنة بيقولوا يبو، قال له يبو والله بنت عمك منيحة، هيك قال له، هيك كان حكيهم، يعني كان حكيهم مثل ما بتقولوا بالإشارة، يعني ما حتى حكى لي بين قوسين، حكى لي سيدنا الله يرحمه كان مثلا إذا أجا ضيوف لعند أبوه، إذا أبوه عمله بإيده هيك مثلا ما تجيب قهوة، عمل له هيك ما تساوي شاي، عمل له هيك يعني حط فطور، يعني بالإشارات يعني. فقال له أبوه، قال له يبو والله بنت عمك منيحة، بس